الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اثبت ان الشرك الاولين اخف من شرك اهل زماننا. قال المصنف رحمه الله تعالى: اذا عرفت ان هذا الذي يسميه المشركون في زماننا يعني كبير الاعتقاد هو الشرك الذي نزل في القران وقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عليه، فاعلم ان شرك الاولين اخف من شرك اهل زماننا بامرين. نعم، فشرك الاولين اخف من شرك اهل زماننا بامرين. الاول ان الاولين لا يشركون ولا يدعون الملائكه ولا الاولياء ولا الاوثان في الرخاء، يعني في الا في الرخاء، فهم جزاكم الله خير احسن الله عليكم، فهم تراهم يدعون هبل والعزى في الرخاء، في الرخاء يدعون عيسى يدعون الملائكة، ما من يعبدون في الرخاء، لكن عند الشدة والمشقة واللأواء، لأن اعتقادهم أن الله جل في علاه هو المتصرف والخالق. شرك الأولين كان في مسألة الرخاء لا في الشدة، لأن الله في أكثر من موضع بين أنهم إذا اشتد عليهم الأمر وتلاعبت بهم الأمواج دعوا الله مخلصين له الدين. قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فهم لا يدعون أصنامهم ولا يدعون أوثانهم عندما اشتد عليهم الأمر. قال الله تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه. إذا هذه المسألة عند الشدة واللواء ما تراه إلا يعني ما تراه في الشدة واللواء إلا يدعو الله وحده لا شريك له. لحظات معيشة على دبي، السلام عليكم، تضيق، لا يدعون إلا الله وحده لا شريك له، يخلصون الدعاء لله وحده ولا شريك له، كما قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. ولقول الله جل في علاه: وإذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. وأيضا قال الله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. فانظر هنا بأنهم كانوا يشتد عليهم الأمر، وإذا اشتد حقا وضاق يدعون الله وحده لا شريك له. أما في زمننا المشركون يدعون البدوي، يدعون الحسين، يدعون فاطمة في الشدة واللأواء، لا يستغيثون إلا بهؤلاء في الشدة واللأواء، لا يستغيثون إلا في هؤلاء. فإذا الأولون ما كانوا يدعون مع الله أحدا، لا يشركون به في الدعاء، لكن أهل زمننا يدعون مع الله تعالى أناسا حتى ليسوا من الصالحين بل من الفساق، يعني من أفسق الناس يدعونهم. كابن عربي يدعون من يستغيثون بمن، يعني لما أنا أجلس في رجل صراحة عنده حمق في الكلام، وبعدين أجلس بجانب رجل آخر هذا الرجل يقول بأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم علنا ويرى بأنه مسألة أنه الأولياء كانوا بيبيعوا حشيش، لا سيما الحافظ بن حجر لما أنكر على الرجل اللي بيبيع حشيش فالحجة أقيمت عليه في هذا الباب. هذا كلام والله العظيم صادر من رجل، حتى قالوا فيه أنه أعلم أهل الأرض، ممكن يكون أعلم أهل الأرض بالحشيش، ممكن يكون أعلم أهل الأرض بالحشيش، أنا ممكن أتصور ذلك أنه ممكن يقول بذلك. لكن انظر هنا المسألة في هذا الباب، عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه وأرضاه لما اشتد عليه الأمر وخرج ركب السفينة تلاعبت به الأمواج فرفع يديه لله وحده لا شريك له فقط. فلما رفع يديه لله وحده لا شريك له كان الأمر أنه عاهد ربه إن أنجى لا يذهبن إلى محمد صلى الله عليه وسلم ويبيعه. وقد كان والحمد لله أنه استشهد في اليرموك رضي الله عنه وأرضاه. فشوف الله تعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه سبحانه جل في علاه. فالحاصل بأن أهل زماننا فيهم من العوج وفيهم من الكفر المتعالي، لأنه ذهبت العقول وكان التقليد الأعمى، فوصل بهم إلى ذلك، يدعون البدوي يطلبون المدد من الحسين
يدعون عبد القادر الجيلاني ويدعون دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا. وكل هذه لها وسائل، يعني هذه الشرك الأكبر هذا له وسائل أيضا، التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى ذلك. وهذا هذه دلالة أنهم لا يفقهون الذين يتكلمون ويحسبون أن المسألة مادة خلاف فقهي، ناس لا عقل لهم دينا حتى في هذا الباب، وهم أصالة من أعظم الناس فتحا لوسائل الشرك، هم من أعظم الناس فتحا لوسائل الشرك. فهي المسألة من الأهمية بمكان في هذا الباب، فإنهم يدعون من أسقط عن نفسه التكاليف، يقول قد بلغ اليقين، ومن بلغ اليقين سقطت عنه التكاليف. قال الله جل وعلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلنا الآن واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، عنده أن هذا اليقين أنه تسقط عنه التكاليف. طبعا تعلمون والذين يمشون على هذه الخطى ابن عربي والتلمساني والحلاج، طبعا هؤلاء كلهم طبعا تعلمون الكفر الأكبر الذي وقع فيه ابن عربي، هو الذي قال وكل كلام في الكون كلام، فعلينا نسر أم نظام. وأيضا قول هذا ابن عربي لا خذ الحلاج ويقول سبحاني سبحاني، ومن من يقول ما في الجبة إلا الله، يقول ما في الجبة إلا الله، نعوذ بالله من الخزلان. فانظر كيف يكون هذا الباب الذي فيه ما فيه من الكفر الأكبر والبجاحة به، البجاحة في هذا الباب. طبعا هو الكريم إذا وهب ما سلب هذا كلام صحيح، لكن يحتاج إلى إيش؟ إلى ضابط، إلى ضابط. لكن أنت ترى الآن يعني هذا التصوف العارم اللي هو يراد له يراد، فأنت أصالة لابد أن ترى أن هذا الفكر هو الذي يراد الآن أن يسود، يعني في مناطق معينة في بلاد معينة يؤصلون تأصيلا لهذا الفكر، يريدون الانتشار بتأسيس، وطبعا في كل مكان أيضا يفعلون ذلك. نعم أبو داود الجوهري طبعا، كل هؤلاء فيما فيه من الكفر العظيم في هذا الباب، يكفرون بالله ويكفرون بالشرائع، بل والله يكفرون بالأنبياء ويرون أنفسهم أربابا، هم يرون أنفسهم أربابا، ويستدلون من كتاب الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شبه أوهى من بيت العنكبوت، لكنهم يفعلون ذلك ويتخذونها بهذا، نعوذ بالله. الآن الشرك الجديد علوم الطاقة، والله والاعتقاد في الماديات، الاعتقاد في الماديات والتكنولوجيا وغير ذلك لا تعبدون. أنا أسف جدا، قواسع بين العلماء بين شرك المتقدمين وشرك المتأخرين، شرك المتأخرين شرك أعظم ما يكون، فيه ما فيه من الجهل المركب، وفيه ما فيه من الجرأة على دين الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، وجعلنا من يتعلم يتعبد، وأنشر ذلك بين الناس. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته